مرحبا بكم سادتي المشاهدين في هذه الحلقة العراقي في موعد جديد ربما يتواءم مع بث قناتنا لفعاليات كأس خليجي 25. اليوم نناقش الانتخابات المبكرة بين الرغبة السياسية والحاجة الشعبية. انتظروا. اهلا بكم من جديد، رحبوا معي بضيوفي في هذه الحلقه، كل من الباحث في الشؤون الاقليميه والدوليه الاستاذ كاظم ياور هنا من استوديوهاتنا في اربيل، ورحب ايضا برئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجيه الدكتور غازي فيصل ينضم معنا عبر سكايب من العاصمه الاردنيه عمان. ابدا معك استاذ كاظم، مساء الخير. ضمن منهاج السوداني الوزاري ذكر إجراء انتخابات تتلو سنة من إقرار قانون الانتخابات الجديد، هي لثلاث أشهر طبعا من عمر الحكومة. السؤال المركزي، هذا من اختصاص الحكومة بتحطه بمنهاج وزاري لو من اختصاص منه؟ منو يحدد هذا الشيء؟ هذا أولا. ثانيا، احنا لحد الآن من بدت حكومة السوداني لليوم ماكو كلام عن الانتخابات المبكرة واضح، صار كلام بالاسبوع الماضي ويبدو انه الاصوات اللي تتكلم بانتخابات مبكره باتت تقمع حتى على مستوى الاطار التنسيقي، اغلب الاطار التنسيقي اليوم ليس مع انتخابات مبكره. كلمه لك. نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافه الطيبه، احييكم واحيي الساده مشاهديكم الكرام، كما احيي الدكتور فيصل من عاصمة عمان، عاصمة الأردنية عمان. دكتور غازي. نعم دكتور غازي، عفوا. بالنسبة لإجراء الانتخابات المبكرة والتي كما جاء في منهاج الوزاري للحكومة العراقية، بداية قبل أن أبدأ بحديث عن هذه الانتخابات، يعني أحيي جهود الوطنية العراقية في دورة خليج 25 التي يستضيفها عراق في البصرة الفيحاء الحبيبة، إن شاء الله سوف تكون يعني فاتحة خير في استقرار الأمني واستقرار السياسي، يعني هي شيء بدائي وإن كان لابد منه يعني في هذه الفترة. فتحية لكل عراقي وطني شارك وساهم في إنجاح هذه المشروع الوطني الكبير. أعود إلى مسألة الانتخابات. طبعا أهمية أي وسيلة هي تأتي من أهمية الغاية منها، فالانتخابات هي الوسيلة والغاية منها الديمقراطية، إنتاج الديمقراطية، صنع الديمقراطية. ربما سائل يسأل ما الذي يميز دولة عن دولة أخرى في العالم المتحضر الحالي؟ هي الدول الديمقراطية، النظام المستقر على الديمقراطية. فالعراق لو أردنا أن نجعل من العراق نموذجا يحتذى بها في المنطقة ويتميز عن غيره من البلدان، هي مفتاح بناء نظام ديمقراطي، والديمقراطية لا تأتي إلا عن طريق انتخابات، وسيلة الانتخابات أن تكون هناك انتخابات عصرية بقانون شفاف وجامع وشامل، ويعني يأخذ بملاحظات وتطلعات الأبناء الشعب العراقي، ثم تنتج هذه العملية الكبيرة اسمها يعني الغاية الديمقراطية، فتتميز العراق عن غير الدول بهذه النقطة. حلو. ولكن السؤال هنا أكيد سوف يسألني أي مواطن عراقي عادي منذ 20 سنة، أين الديمقراطية؟ أين هو أنا استوين دا أقول لك. نعم. دا أقول لك أين دا احنا يسمون تجربتنا تجربة ديمقراطية، نظامنا الحالي يسمون نظام ديمقراطي. الكلام اللي ذكرت حضرتك انا ما شفته على مدى 20 سنة. نعم. فاحنا يا نموذج من نماذج الديمقراطية نطبقها بس بالانتخابات، وهل نطبق الانتخابات فعلا
ضمن أطر الديمقراطية، وهل جاي نروح ننتخب وفق أسس الديمقراطية؟ نعم، هذه تساؤلات جدا مشروعة لأي مواطن عراقي يريد من بلده أن يكون متميزا حاضرا ما بين الدول، خاصة الدول في المنطقة الإقليمية. لا توجد لدينا تجارب ديمقراطية واضحة المعالم وناجحة، فإذا العراق إذا أراد كما ذكرت أن يتميز على غيره فلا بد عليه أن يبني بناء ديمقراطيا نظاما صحيحا، وإن كلفه أموال وإن كلفه جهود وإلى آخره، يعني لا نجاح لدولة متعدد الأديان والقوميات إلا عن طريق الديمقراطية. معناه حديثنا عن الانتخابات المبكرة سابق لأوانه، ليش؟ حتى وإن كان الكلام يجري الآن في الأروقة، معناه لازم أكو خطوة قبل هاي وهي التأسيس لانتخابات ديمقراطية. ما الذي تحتاجه انتخابات ديمقراطية؟ هذا يمكن هو اللي أصح الآن، لأنه قدامي بالمنظور تقريبا الشهر شباطل 2024. نعم. يعني تقريبا يلا تستحق المدة اللي حددها السيد السوداني، لكن أنا أريد أسوي كات هنا وياك لأنه أنت فتحت علي باب لازم. نعم. ما أسده، أريد أروح للدكتور غازي فيصل. مرحبا بك سيدي الكريم. دكتور غازي، أساسا سمعت كلام الأستاذ كاظم، أساسا تجربتنا الديمقراطية، وحضرتك طبعا يعني أستاذ العلوم السياسية ولديك تجربة ثرية مع دول يعني تمارس الديمقراطية فعلا، إحنا ش نمتلك من، بس بدون سوداوية، شنو اللي نمتلكه من ما يسمى بالنظام الديمقراطي؟ بس عدد لي بس اللي نمتلكهن، اللي ما نمتلكهن عوفن. نعم. شكرا جزيلا استاذ انس للاستضافه وتحيه الضيف الكريم استاذ كاظم. نعم، مساله الديمقراطيه هي قبل ان تكون اسلوب عاليات وقوانين الانتخابات والمفوضيه وغيرها من التفاصيل الهيكليه، انا اعتقد نحتاج الى ثقافه ديمقراطيه. ثقافة ديمقراطية معنى ثقافة احترام الآخر، التداول السلبي بالسلطة اللي ما زال معدوم تقريبا، على الرغم من الدستور العراقي 2005 يشير إلى تداول سلبي بالسلطة، معنى عدم احتكار حزب أو جهة معينة للحكومة بصورة متعاقبة. لكن مع الأسف اليوم من خلال فلسفة المحاصصة الطائفية تم مصادرة جوهر فلسفة الديمقراطية وجوهر فلسفة التداول السلمي للسلطة احترام الآخر. ظهر لدينا احتكار من طراز جديد، هو برلماني يستثمر الديمقراطية ومؤسسات، لكن في الواقع هو احتكار نفس الأشخاص اللي ظهرت بعد 2003 بعد دستور 2005. اليوم هي موجودة على صعيد الوزارات المختلفة، هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، وبالتالي هذا الاحتكار للسلطة، هذا التوزيع للسلطة باعتبارها غانمة وغنيمة للأحزاب، هذا الاستحواذ على المال، كل هذا يشكل انتهاك خطير من فلسفة الديمقراطية. يعني كما من هذا السيد المالكي مع دور الانتخابية، ما جاء واحد من الحزب الشيوعي ولا جاء واحد من أحزاب أخرى ليبرالية، ولا جانا حزب يعني من أغلبية اجتماعية ظهر جديد حتى يذهب للسلطة. كل استمر نفس الاتجاه السياسي، نفس الطبقة السياسية. نقطة أخرى الخطيرة، الديمقراطية هي ليست مجرد ورقة انتخابية أو كل 4 سنين أخليها بالصندوق وبالتالي البلد ديمقراطية. الديمقراطية هي ديمقراطية سياسية وديمقراطية اقتصادية وديمقراطية اجتماعية، وكل واحدة من هذه العناصر الأساسية للديمقراطية تشكل عامل مهم في بناء الدولة ومؤسساتها. جميل جميل. نتحدث عن الديمقراطية الاقتصادية بمعنى تحقيق وضمان التوزيع العادل للثروة، العدالة الاجتماعية، العدالة الاقتصادية، فرص العمل، حقوق الإنسان إلى آخره من التفاصيل المهمة التي تتعلق بتحقيق
التحقيق توازن اقتصادي للمجتمع. هذا 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 كله هذا كله اليوم احنا تقريبا تقريبا ما عندنا تقريبا بس شنو اللي عندنا دكتور غازي؟ انا اريد اعرف اليوم امريكا احتلتنا 9/4/2003 وش قالت؟ قالت انا همي انا اسس نظام ديمقراطي بالعراق. طيب شنو اللي عندنا؟ شنو اللي ممكن نستند عليه كعراقيين نأسس من خلاله لفكرة بناء نظام ديمقراطي؟ يعني ولو أن التجربة يعني حتى الآن البعض يقول أنها تجربة فتية، أنا أشكل عليه لأن عمر الفتوة يعني ليس 20 عاما إطلاقا، يعني تجربة شابة، يفترض إحنا اليوم ننهض ننطلق. ارجع الى 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 مشكله اساسيه اللي عندنا احزاب، الاغلبيه اقصد، نعم، احزاب دعويه، احزاب اسلاميه، ومع احترامنا للاحزاب الاسلاميه واي احزاب اخرى سياسيه او ايديولوجيه او غيرها، لكن مع الاسف الاحزاب الدعويه اللي ظهرت في السلطه بعد احتلال العراق هي احزاب لا تؤمن بالديمقراطيه بالمعنى الليبرالي، ولا تؤمن بالديمقراطية بالمعنى يعني الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. هي لا تؤمن بنظرية الدولة، يعني على الغالب يعني الأحزاب الدعوية تؤمن بأن الحاكمية لله، وبالتالي هي لا تؤمن بدولة مدنية وضعية، هي تنفي هذه الدولة. لكنها تستخدم أيضا الديمقراطية في الانتخابات، يعني تستخدمها سبيلا للوصول إلى السلطة، وبالتالي هي تشارك المجتمع أيضا في هذا الموضوع. علينا ألا ننسى دكتور غازي أن للجمهور رأي، أن الناس جيرت وجيشت على أساس أن تنتخب على أسس طائفية وعرقية، هذا ما نقدر نختلف عليه. هذا الشيء خطير، لا هذا الشيء خطير، لأن في الأساس أنت يجب أن تنتخب على أساس الكفاءة والقدرة على الإنجاز والخبرة والإحساس الوطني والانتماء للمواطنة وقدرتك على تقديم برنامج كحزب أو كقائد أو كأشخاص أو كقيادة من أجل خدمة التحولات التقنية. طيب بالبلد، يعني هل استمعت جنابك من خلال 20 سنة إلى أفكار حول التنمية الشاملة، حول النظرية الاقتصادية، هل نذهب إلى اقتصاد السوق المفتوح؟ كل هذه القضايا الكبرى لبناء الدولة أصبحت يعني مضللة ومسكوت عنها. والسبب طبعا هناك سبب، يعني لأن هناك من يذهب باتجاه الفكر الاقتصادي الإيراني، واللي هو فكر ليس له علاقة بالنظريات الاقتصادية المعاصرة، وقاد اقتصاد إيران إلى كوارث. نفس الشيء بالنسبة للدولة، يعني عندما لا تؤمن بالذهاب إلى، نعم، يعني ما نسميه التداول السلمي للسلطة واحترام الآخر، إذا أنت تقوض عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية. مشكلة النظام بالعراق سيدي الكريم أن الدستور الليبرالي في وادي، والطبقة السياسية يمينية لا تؤمن بهذا الدستور وهي في وادي آخر. هذه الطبقة لم تحترم الدستور، لم تحترم مبدأ حقوق الإنسان، حقوق طيب المرأة وحقوق الطفل، طيب الواردة بالدستور، حقها بالحياة، حقها بالكرامة، بالسكن، بالعمل، بالوظيفة. لحظة هاي شخصنا علة كبيرة اليوم، أنه الأحزاب يمينية والدستور ليبرالي ونظامنا الاقتصادي لحد الآن يتراوح، ما احنا دا نطبق على اساس يعني نوعا ما شيء من الرأسمالية، بس بالحقيقة احنا من الداخل دا نطبق اشتراكية، ولكن اشتراكية مشوهة، هذا التوظيف العشوائي نعم، والميزانية التشغيلية رايحة رواتب. بس خل ارجع للاستاذ كاظم اذا سمحت لي دكتور غازي، هذا التشخيص اللي وضع الدكتور غازي يمكن الاخير، هذا قلب المشكلة، أنك تضع دستورا لكن لا تطبقه. لديك 170 مثلا 170 مادة دستورية اليوم، نعم، على الرف، نعم، مشاريع قوانين مبنية على مواد دستورية على الرف، هاي كلها تراكمات مال 20 سنة. نعم، بصراحة
ما يتعلق بالديمقراطية في العراق أو الانتخابات، يعني ما يجري في الجامعات وفي بحوث والدراسات والكتب التي كتبت عن الديمقراطية أو عن الانتخابات وآليات وأنظمة، هذا الشيء موجود على الكتب في كل تقريبا دول العالم بنسبة متفاوتة، نسب معينة، حتى الولايات المتحدة الأمريكية هناك كثير يعني أوساط شعبية اليوم، وقبل عندما أقول اليوم يعني متراكم هذه الفكرة، هم لا يؤيدون الديمقراطية الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، لديهم آراء أن هذه الديمقراطية يعني أخرجت زعماء يعني رأسماليون، من لديه أموال ومدعوم ماليا عبر الشركات هو الذي يستطيع قيادة دولة معينة، وكذلك دولة يقودها تاجر. نعم، في بعض الدول، وكذلك مثلا على سبيل المثال في المنطقة كيان الصهيوني، إسرائيل هناك ناخب يعني نسبة كبيرة من الناخبين يعني يصوتون على أساس الفكرة اليهودية والعنصرية وإلى آخره، فينتج لديهم في يعني في برلمان الكنيسة اليهودي أناس متطرفون وعنصريون وإلى آخره. فإذا الديمقراطية الفكرية والديمقراطية إلى آخره من المصطلحات المتعلقة بالديمقراطية لابد يعني صح بحثها في الجامعات ومراكز أبحاث إلى آخره، ولكن أنا شخص عملي واقعي لابد أن أتعامل مع مفردة الديمقراطية والانتخابات في العراق عمليا وواقعيا. واقعيا اليوم لدينا دستور، لدينا دستور في العراق وفيه نصوص متعلقة بالانتخابات والديمقراطية، صح بنسبة جدا كبيرة ربما تصل إلى 80% غير مفعلة أو مفعلة بشكل لا يتناسب مع جوهر وروح ومبادئ الدستور نفسه، من حيث الشفافية ومن حيث العدالة ومن حيث المساواة في الترشح وكذلك في إعطاء الناخب صوته لمن يريده. كل هذه الإشكاليات موجودة، أين يكمن؟ يكمن في قانون الانتخابات في كل مرحلة، قبل أن نأتي إلى أمن الانتخابي ومن حيث يعني إلكترونيا فضاء الإلكتروني، أو كذلك بالنسبة لثقافة الناخب العراقي ومستوياتها وطريقة تفكيرها، كل هذه الأمور لابد منه. ولكن المشكلة الرئيسية أن قانون الانتخابات يطبخ بمطابخ سياسية مغلفة عن يعني بأقمشة سوداء عن أعين المواطن العراقي، فينتج قانون لصالح الأحزاب القابضة على السلطة في العراق. ولذلك نرى في كل دورة انتخابية يعيد الكتل السياسية نفسها، يعني يخرجون من الباب ويدخلون من الشباك، هذا الشيء جاري. بس آخر ففي هذه المرحلة آخر قانون الانتخابات مو الكل راضين عليه، كانوا الصدريين تقريبا. نعم، فقط اللي راضين عليه. أنا شخصيا، أنت شنو هم ملاحظاتك عليه؟ أنا شخصيا منذ أول قبيل يعني كتابة قانون الانتخابات المبكرة والقنوات العراقية وغير العراقية يشهد، كنت يعني بالمرصاد للذين كتبوا هذا القانون وأعدوه، وقلت أن هذه فقط صورته يدل على هناك نوع من الشفافية، نوع من العدالة في التمثيل وتوزيع المقاعد على مناطق العراقية، كل هذا كان هي ضحك على الدقون، لم تكن هناك شفافية عالية المستوى أو عدالة عالية المستوى. وحتى يعني جهات أمم المتحدة شخصيا أجريت معهم لقاءات عبر الزوم لأن كان هناك كورونا يعني، وذكرت لهم السلبيات وإلى آخره، ولكن ربما العامل الخارجي متمثل بالأمم المتحدة كانت تريد تمشية هذه الانتخابات المبكرة بأي ثمن كان، وكذلك السياسيون، فأنتج ما أنتج. ولحد اليوم أنا لست راضي عن لماذا
لست راضيا عنه. نعم، واجريت على انظمه الانتخابيه من 2005 الى 2021، اجريت مقارنه ودراسه ما بين كل هذه الانظمه من حيث الايجابيات والسلبيات ومكامن يعني الخطر او مكامن الضعف ويعني التزوير وتلاعب بالاصوات الناخبين، وخرجت بدراسه موجود ونشرتها في مراكز ابحاث والى اخره، يعني جمعت ما توصل اليه يعني النخب السياسيه من حيث هناك يعني مثلا طرف يريد ان يكون هناك يعني محافظه دائره انتخابيه واحده، وما بين من يريد بتمثيل النسبي او تمثيل الفردي بشكل مطلق، فكل هذه له ايجابيات وكل هذه له سلبيات. فانا جمعت ما بين يعني هي كثيره، ولكن ملخص مفيد لربما اذا اوجزتها بعباره واحده، أنني أبقيت على مقاعد الانتخابات موزعة على دوائر 83 دائرة، ولكن بفتح التصويت، يعني التصويت يكون حرا لأي دائرة مواطن عراقي يمتلك بطاقة البايومترية بمواصفات جواز سفر عراقي يستطيع أن يدلي بصوته في أي مركز قريب يعني قصدك عليه. يعني قصدك أنه أفتح 83 دائرة انتخابية وابن الموصل يقدر ينتخب ابن البصرة؟ نعم، من حيث وابن كركوك يقدر ينتخب ابن صلاح الدين، لأن الدستور العراقي في المادة 49 واضح بصريح العبارة أن النائب مقعد الانتخابي يمثل 100,000 نسمة من الشعب العراقي بأكمله. الأحزاب حجمت نعم. الأحزاب حجمت الحلم بأنه يوم من الأيام يقدر ابن البصرة يروح ينتخب ابن الموصل. نعم يستطيع لا الأحزاب حجمت هذا الحلم. نعم، هو هذا سؤالي. نعم، الأحزاب مواني عندي مشكلة. أنت تدري عندي مشكلة، عندي مشكلة بجذر النوب بعد، راح تأخذني إلى 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 منطقة أبعد مما تكلمنا، شيء أقدم، شيء دكتور غازي فيصل إذا تسمح لي، اسمه المواطنة. المواطنة اللي نعم. اللي فقدتها أنا، اللي فقدتها نعم. بقانون الانتخابات، وفقدتها بالطائفية، وفقد هاي كل هاي الامور، كل هاي الامور تراكمات. مو اني على اساس دا اسس النظام ديمقراطي، اذا اني ما دا اشعر بالمساواه، اذا اني قاعد مثلا في صلاح الدين واحسد ابن كربلاء اللي عنده مرشح اسمه فلان، هذا المرشح احسه هو اللي يمثلني، ما يمثلني ابن صلاح الدين، وما اقدر انتخبه، شو اسوي يعني بيش حاله؟ انقمعت ضمن وطني لو ما انقمعت اني؟ اكيد 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 اكيد. ولهذا هي خطوة إلى الوراء بالرجوع إلى المواطنة. معك دكتور. نعم نعم. يعني أكيد مثل ما تفضلت أستاذ أنس، يعني مسألة دولة المواطنة، دولة الوطن، الوطن للجميع، الحقوق، واللي هي مسائل جوهرية في أي نظام ديمقراطي، مع الأسف اليوم مفقودة. أصبحت بدل دولة المواطنة ووطن المواطنين، أصبحت دولة أو نظام الأحزاب، يعني واحتكار الأحزاب لهذه السلطة. لكن مع الأسف كنا نتمنى أن هذه الأحزاب لديها برنامج مثل ما أشرت، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، لكن افتقدنا وجود برنامج حقيقي جدي عملي من أجل النهوض بالدولة. وأنا أظل أعيد وأكرر، هذه الأحزاب على سبيل المثال خلال 20 عام أهملت 50,000 مصنع حتى يومنا هذا مغلق، وأهملت الزراعة واليوم نستورد 92% من غذائنا، وأهملت البنية التحتية للخدمات اللي تخص حياة المواطنين وحياة المجتمع، دون أن تدرك أن وظيفتها الأساسية كأحزاب وجدت في السلطة من أجل خدمة المجتمع. يعني اليوم السيد السوداني يشوفه يزور بعض المناطق الشعبية، يروح يعيد تطوير البنى التحتية للخدمات في مناطق شعبية، يزور الفقراء، يتحدث عن الفقراء، يتحدث عن العاطلين عن العمل إلى آخره. لكن هذا حصل بعد 20 سنة. كل هذه القيادات الموجودة مع الأسف
واللي هي اليوم في البرلمان أو في القيادات على صعيد الأحزاب ما سمعناها تتحدث أنه المواطنين مظلومين، لازم نعالج مشكلة الفقر، نخفف من مشكلة البطالة إلى آخره. كل اللي هم هو كيف يعني تنتهي دورة انتخابية يرجع إلى مواقع في السلطة يحصل مكاسب أكثر، مكاسب مادية، مكاسب ذاتية، مكاسب ذاتية. أما الوطن، المواطن، الشعب، فهو ليس في حساب هذه الأحزاب ولا في حساب برامجها. يعني في كل دول العالم اليوم عندما تكون هناك انتخابات نشوف البرنامج الانتخابي يتعلق بمعالجة التحديات، المشكلات، القضايا اللي تمس حياة المواطن. على العكس اليوم احنا هذه القيادات استمرت 20 عام وما زالت موجودة وتمتلك نفوذ، لم تتناول قضايا الشعب. يعني عندنا من 4 سنين 5 سنين نتحدث عن وجود 4 ملايين إنسان في مدن عشوائية من التنك والطين، وفي ميزانية الدولة يوجد فائض 100 مليار دولار اليوم، لكن لا أحد يخرج من هذه القيادات الحزبية والقيادات السياسية ليتحدث عن مشكلة الفقر، كيف نعالجها، برنامج زين. البرنامج المفروض نروح إلى استثمارات وانفتاح على الاستثمارات الوطنية والعالمية حتى تتمكن من خلق وظائف. الاستثمار هو اللي يخلق وظائف وليس دوائر الدولة، وبالتالي يصير عبء على الميزانية التشغيلية. أنا اللي شاغل بالي شيء دكتور غازي، يعني بصراحة ولو هو ربما طلعنا شوي عن الموضوع، أنا اللي شاغل بالي أنه هذا الجيل الحالي اللي موجود شلون راح يقدر يبني نفسه ويكون شخصيته ضمن وظيفة حكومية محددة ويلقى نفسه هو من متعين هو فائض. يعني أنا اليوم إذا ما استثمر قوة هاي الشباب، عقلياتهم، أفكارهم، اختراعاتهم إذا عندهم، إذا ما استثمرها اليوم شو وقت استثمرها؟ يعني بعدين من يكبرون ينتظرون اللي سبقهم حتى يتقاعد. أنا سوق العمل اليوم بالعراق عندي دا تستقبل 5 أضعاف العدد اللي المفروض تستقبله ضمن الموجود. طبعا هذا بانعدام أو شبه انعدام للقطاع الخاص وانعدام للقطاع المختلط، وما عندي لا فرص استثمارية ولا غيرها. اليوم الموضوع مأخوذ بالغيرة، هاي يقول لك يلا الغيرة العراقية، أوكي الغيرة العراقية، وبعدين وين توديني إذا أسعار النفط هبطت؟ لكن حتى أتقدم خطوة إلى الأمام أو 3 خطوات بديتها بالحلقة دكتور غازي، الشعب ممكن يكون مع انتخابات مبكرة ومشاركة حقيقية إذا ما أجريت بعد عام تقريبا. ممكن، شوف الشعب العراقي يتفاعل، وممكن الشعب العراقي يذهب لأن يتفاعل ويلعب دور جدي في اختيار أو تغيير الطبقة السياسية الراهنة بقيادات جديدة شابة تمتلك قدرات ومؤهلات. لكن الشعب العراقي يتفاعل إيجابيا إذا شعر أن هناك ضمانات بوجود شفافية، ضمانات أن المفوضية هي ليست مرتبطة بالأحزاب ولا تعبر عن الأحزاب ولا تمثل فيها الأحزاب، أن نذهب إلى قانون انتخابي يرضي الجميع عبر مجلس النواب وبصورة خاصة يرضي اتجاهات الشعب العراقي. يعني الشعب العراقي يريد قيادة تمثله. هذه القيادات اليوم موجودة مع الأسف لا تمثل الشعب العراقي، وهذا شعرنا به من خلال الهتافات والشعارات والمواقف اللي طرحوها الشباب في البصرة، في نعم القصرية، في النجف، كربلاء، بغداد، في كل معناها حضرتك حطيت عنوان شروط إجراء انتخابات ناجحة من الآن إلى سنة افتراضية. أستاذ كاظم، شروط إجراء انتخابات حقيقية ناجحة. نعم، شروط، أهم الشروط أولا رؤية الحكومة والمجلس النواب العراقي لآلية الانتخابات، لقانون الانتخابات. هل أن الحكومة والمجلس النواب العراقي يوفر مبالغ يعني كافية لإجراء انتخابات
فعلا يعني يحتذى به او بقيمته يعني يليق بمواطن العراقي، ام في مستوياتها الدنيا؟ يعني نجري انتخابات على شلون يكون هناك جدل كذا مليون دولار زايد وكذا ناقص الى اخره. انا الان اقول لو نوفر نصف مبلغ المصروف الان على خليجي 25، نصفها نوفرها لاجراء انتخابات في العراق بآليات يعني شفافة وآليات متطورة يعني تليق بالمواطن العراقي، سوف يجد أن هذا الشيء يعني مرغوب فيه مستقبل أبناء العراق. أكو شيء ما ذكرته كأنه نعم مجلس النواب والحكومة نعم بصراحة تحسهم اليوم مع انتخابات مبكرة يريدوها؟ هذا الشيء اصلا ما موجود. هم يا اخوي نعم قصدي في كل انتخابات سابقة ذاك اليوم واحد اشار قال يابا هنالك فكرة اجراء انتخابات مبكرة، طلع على احد الاخوة قال له لا عمي انسى نعم انسى هذا الموضوع. وبصراحة يعني اليوم الاطار التنسيقي في غالبيته يرفض اجراء انتخابات مبكرة. نعم هذا الشيء إذا كان المقصود به نكاية بالتيار الصدري فهذا الأمر غير صحيح، لأن الانتخابات لابد أن يكون المصلحة العامة كما ذكرنا منذ البداية. الانتخابات تجرى من أجل تقوية وتعزيز نظام الديمقراطي في البلد، من أجل المواطنين أن يكون لديهم مستوى عليا بالوطنية والانتماء للدولة، لا أن يكون الديمقراطية والانتخابات سلاح يعني يقصم ويكسر ويعني نفوس المواطنين ويبعدهم عن الوطنية وعن الانتخابات ويكفرون بالديمقراطية عندما يرون هكذا انتخابات تجري في العراق من حيث التزوير وشراء الذمم والأموال الفاسدة وإلى آخره. كل هذا لابد أن نقف جميعا، الحكومة والبرلمان ومنظمات مجتمع مدني وأمم متحدة ومساعدة الآخرين، من أجل يعني أولا بناء يعني تشريع قانون انتخابي شفاف وعادل ويتجنب الأخطاء السابقة، وكذلك صرف أموال معقولة يليق بالشعب العراقي من حيث إجراء انتخابات بأجهزة متطورة بكوادر يعني مدربة وإلى آخره، لكي يشعر المواطن عندما يذهب إلى الانتخابات أنه ينجز يعني إنجازا مهما لمستقبل أولاده وبناء. لأن الحرية من أين يأتي؟ الحرية يأتي من الانتخابات، من الديمقراطية. العراق كيف يتطور ويكون سيدا في الإقليم ما بين الدول عندما يكون الدولة يعني ديمقراطية محترمة في نفسها؟ غيرك سوف يحترمك، لأن غيرك ليس لديه ديمقراطية، ليس لديه حرية، ليس لديه ما يملكه الشعب العراقي. إذا أراد الحكومة العراقية والبرلمان العراقي أن يتميز الشعب العراقي عن غيره من الشعوب بالديمقراطية، ببناء الصحيح الديمقراطية، لذلك لابد ما نقدر نصاب بالعدوى من التجارب اللي حوالينا. التجارب اللي حوالينا مو مكتملة ديمقراطية. أستاذ أنس، نحن في العراق ليس لدينا أي يعني باب مفتوح للحل غير الديمقراطية، لأننا بلد متعدد القوميات والأديان. لا يفيد فينا الدكتاتورية، نحن جربنا نظام الجمهوري، جربنا نظام الملكي إن كان صحيح أو غير صحيح، مهم كل هذه التجارب يعني أجريت، ولكن لم يبقى أمامنا إلا البناء الديمقراطية. فإذا لم ينجح العراق في الديمقراطية نرجع إلى يعني سوف يعود بلد أوتوماتيكيا رضينا أم لم نرضى إلى أحد الأنظمة التي كانت سابقا في العراق، ربما يكون ديكتاتورية طائفية، ربما يكون ديكتاتورية قومية، ربما تأتي ديكتاتورية دينية وإلى آخره من الديكتاتوريات
التي موجودة لدى أذهان بعض السياسيين العراقيين، يريد أن يفرض هذه الدكتاتورية بطريقة معينة حتى باسم الديمقراطية، حتى باسم الدستور على الشعب العراقي. فلا بد أن تتكاتف جهود الوطنية العراقية خالصة، وليس يعني لديها ارتباطات خارجية من هنا وهناك، لأن أصبح أداة الخارج لا يعين على بناء الديمقراطية بطبيعة الحال، بل يعين على زرع الدكتاتورية وتعزيز الدكتاتورية بأشكالها المختلفة. منذ 100 سنة العراق يعيش في دكتاتورية يعني بكافة أصنافها. نحن لا نستطيع أن نقول العراق اليوم حاليا وين في العنوان بعد 2003 أننا دولة مجايز ديمقراطية. مجايز هذا الشيء مجايز ما يوالي من دكتور غازي. دكتور غازي، ممكن انه احنا التجربة الديمقراطية متوالمنا؟ ممكن هذا الطرح؟ لا اطلاقا لا، انا ما اتفق مع هذه الفكرة اللي مع الاسف سائدة في بعض الاحيان. حتى نكرس الانظمة الاستبدادية او احتكار السلطة نتحدث ان الشعب غير مؤهل، وما ندري شو وقت يكون هذا الشعب مؤهل، بعد 100 بعد 200 بعد 500 سنة. الهند اليوم بلد ديمقراطي بمليار ونص انسان، ليش الهند توصل للديمقراطية وليش العراق يفشل وغيرها من الدول العربية والإسلامية؟ ماليزيا دولة ديمقراطية نموذجية، وهي في الأساس من كبرى الدول الإسلامية، ومع ذلك هي دولة ليبرالية اقتصادية، ليبرالية سياسية، ليبرالية اجتماعية، قوة اقتصادية مهمة في الفضاء، العلاقات الاقتصادية العالمية وكذلك على صعيد آسيا. تركيا أيضا حققت تطور مهم على صعيد البناء الديمقراطي على الرغم من وجود بعض الملاحظات. عندنا نتحدث عن اندونيسيا اللي هي أكبر مجتمع إسلامي بالعالم، هي دولة ديمقراطية، وهكذا اليابان ديمقراطية. يعني أغلب دول العالم الديمقراطية اليوم هي شعوبها لا تفترق عن شعوبنا، لكن شعوبنا تتعرض باستمرار للاستبداد وللاضطهاد وللقمع وللسجون وللتعذيب وللتشريد، وبالتالي ما تمنح فرصة أن تتطور نخب سياسية من أجل أن تطور وتجذر الثقافة الديمقراطية في مجتمعاتنا. أنا أعتقد يتحمل مسؤولية ليس الشعب، لكن تتحمل مسؤولية كل الأحزاب. خلال 100 عام مرت على العراق لم تنمي ثقافة ديمقراطية حقيقية لدى الشباب وداخل المجتمع. خلي أن نرجع شوية لهذه المشكلة اللي احنا دلنا ناقشها، موضوع الانتخابات المبكرة اللي هي موجودة في الأساس بالمنهاج اللي أقر مجلس النواب لهذا المنهاج والبرنامج، وأيضا أقر مجلس الوزراء. فبالتالي هي معتمدة من قبل السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية هي التي تقرر كما أشار رئيس الوزراء وتحدد موعد لهذه الانتخابات المبكرة. أيضا الانتخابات المبكرة ضرورية لاستعادة الشرعية. اليوم الشرعية لمجلس النواب منتهكة وللنظام منتهكة بسبب أن الضغط على التيار الصدري اللي هو كان تيار الأغلبية وشكل تحالف إنقاذ العراق من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية إذا جاز التعبير، لتقويض الطائفية وتقويض المحاصصة وتقويض الفساد السياسي والمالي بفعل ضغوط إقليمية، خصوصا الضغوط الإيرانية، ونتذكر زيارات قاعاني وغيرها، هي التي أدت إلى إفشال تأسيس وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ولكن دكتور، أنا عندي ملاحظة. أنا عندي ملاحظة صدري. نعم عندي ملاحظة بنيوية بصراحة. ربما كانت التجربة الأخيرة في الانتخابات التي جرت أخيرا وأنتجت مجلس النواب الحالي كانت دوائر متعددة، ولكن وفق ما قلنا قبل قليل مع الأستاذ كاظم، نفسهن 83 دائرة تقسمت كل محافظة إلى دوائر. شفنا حكم العشيرة شلون بيّن، حكم النفوذ والمال شلون بيّن، ما شفنا نفسنا تقدمنا بهذا قانون الانتخابات. يقول لك اليوم انت اذا ترجعني الى الدائرة الواحدة ان بعض الشر اهون، مو باعتبار العراق دائرة واحدة، باعتبار العراق، باعتبار المحافظة دائرة واحدة. هذا الكلام طبعا يجري مع عدل الكوتا. والتساؤل
أني أرجع على الفكرة القديمة، لو أرجع أحجم عضو مجلس النواب وخليه عضو مجلس النواب عن قضائين، لو خمس أحياء كبيرة ببغداد يعني. نعم نعم يعني وين الفكرة الأفضل؟ من يدافع عن الفكرة القديمة؟ يدافع عن الفكرة القديمة اللي خسر في هذه الانتخابات، واللي دافع عن الفكرة الجديدة في انتخابات 2020 هو اللي فاز في الانتخابات. يعني هي نظرتين. أيضا هناك عودة لكل السياقات القديمة من أجل إعادة إنتاج نفس الأحزاب ضمن نفس الحسابات. أما ما يتعلق بالعشائرية والمجتمع وغيرها، أنا أعتقد الآثار السلبية أو الإيجابية في المجتمع لها تنعكس على الانتخابات أيا كانت القوانين والأنظمة واللوائح اللي تتعلق بهذه الانتخابات. سيبقى تأثير العشيرة، سيبقى تأثير العائلة، المنطقة إلى آخره في دور الناخب في اختيار الأحزاب أو القيادات أو الأشخاص. ولكننا هنا لا ننتج طبقة سياسية دكتور غازي. أريد أن أعود للأستاذ كاظم. نحن هنا لا ننتج طبقة سياسية، نحن ننتج أبناء عشائر، أبناء أحياء سكنية، أبناء أقضية. لا ننتج طبقة سياسية طبعا. وعلى فكرة يعني نحن لسنا هنا مطالبين أن ننتج طبقة سياسية، لكن هؤلاء جاءوا عبر الطبقة السياسية. نعم أنا أعرف جيدا أن عضو مجلس النواب ليس بالضرورة أن يكون سياسيا جدا. يمتلك شيء من السياسة، لديه ربما انتماء سياسي وربما ليس لديه، ربما يكون مستقل، وبالتالي هو ممثل شعبي، هو مو ممثل سياسي. لكن نتاج هاي الطبقة السياسية، واليوم حتى يجيب مكاسب المنطقته إذا ما يروح يتحالف ما يقدر. والدليل عنا وإحنا مستقلين ومن فازوا ثانية من الصبح قالوا نعلن انتمائنا إلى الجهة الفلانية. أستاذ العزيز، السني راح ويا السنة، والشيعة راح ويا الشيعة، والكردي راح ويا الكرد. أنا أريد أذكر دليل على ما قلت، أن هذه حتى توزيع المقاعد الانتخابية على 83 دائرة انتخابية كانت صورية ليست حقيقية، بدليل أن الكتل في برلمان العراقي، يعني هذه الكتلة تيار الصدري، هذه الكتلة تقدم، هذه كتلة حزب الديمقراطي الكردستاني، هذه دولة القانون وإلى آخره. يعني مثل السابق أصبح هناك رأس القائمة وأعضاء. عندما كان يذهب المواطن، إذا كان ذهب المواطن هو لم يذهب، ولكن على أي حال كان يصوت على ماذا؟ على اللوجو. نعم، على اللوجو، لوجو الحزب، حتى لا يوجد لا صورة ولا شو اسمه كذا. فكان يذهب لا يعرف أصلا كم من أبناء العشائر يعني معروفين، 10% 5% لا يزيد عن ذلك. ولكن أي رئيس عشيرة فاز في الانتخابات في موجود الآن في البرلمان العراقي؟ لا يوجد لدينا حتى هكذا. لا، انتدبتم العشائر. لا لا، قصدي في المحافظات العراقية انتدبتم العشائر. قصدي كم حتى مع الأسف الشديد. أنت في قناة سامرة، أوديك لسامرة. الانتخابات جرت على أساس عشائري أو شبه عشائري، مع انتماء الحزبي. نعم، العشيرة ما يعني تعطي ولا أهلي فلان قائد إيش اسمه، فالقائد الفلاني هو الذي يسمي في فلان عشيرة. أنا ما أسمي انتماء حزبي، ماكو حزب، أنا أسمي انتماء ممكن يكون مناطقي عشائري. صح طائفي. ولكن الكتلة لوجو المواطن كان ينتخب اللوجو. هذا هو كان ويجمع أصوات. هسه الآن لو أجريت إحصائية أو استبيان في أي محافظة معينة أو دائرة انتخابية معينة، وسألت 100 شخص، أتحدى إذا كان 50% يعرفون ممثلة في برلمان العراقي، ما يعرفه أصلا، وهو الآن عضو برلمان العراقي، لأن الذي ذهب اختار اللوجو لا يعرف أين شخصية هذه. الآن لابد، إذا في هذه المرحلة ونحن مقبلون على مرحلة مهمة مفصلية، أن لا تكون هذه الجدليات السابقة مدعاة إلى تأخير إجراء انتخابات المبكرة التي في منهاج الوزاري. فسوف أو
يقولون ليس لدينا أموال أو ميزانية غير مخصصة، لا يوجد. إذن لماذا يوجد لدينا ميزانية طائلة لإجراء خليجي 25 في البصرة؟ لماذا لا نخصص 50% من هذه المخصصات إلى إجراء انتخابات؟ أيهما أفضل، مستقبل أبناء الشعب العراقي عامة وإجراء انتخابات 4 سنوات مرة واحدة، أم يعني خليجي كرة قدم خلال أسبوع 10 أيام تخلص وتنتهي؟ أيهما أفضل؟ أن يستعين الدولة الآن كل مؤسسات الدولة مستنفرة إلى إنجاح الخليجي، لماذا لا تستنفر الهمم والطاقات وموارد الدولة؟ يجب أن تستنفر، نعم، في إجراء انتخابات صحيحة التي يرضي عنها المواطن العراقي. نعم. نعم. وليس يبتعد وليس العزوف العزوف. أنا معك. نعم. أنا معك، يجب أن تستنفر الهمم من أجل التأسيس فعلا لنظام ديمقراطي في العراق. وبالنسبة لخليجي أريد أن أقول شيئا، يعني وهذا شيء شخصي. خليجي ما صرف عليه من أموال وما سيصرف لاحقا، أنا باعتقادي هو وحدة من الأشياء اللي ممكن أن تعيدنا إلى حاضنتنا العربية، فلا ضير من ذلك. بصرتنا ما عذبت محب مثل ما يقول. أنا خلاص وقتي. نعم. شكرا جزيلا لك. وكذلك الانتخابات يعيدنا إلى المجتمع الدولي المتحضر. شكرا. نعم. لك الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية أستاذ كاظم ياور، كنت معنا في هذه الحلقة. شكرا بسعة القلب رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل. أنرتنا من جديد سعادة السفير السابق، تحياتي لحضرتك. شكرا. شكرا مشاهدينا، حق الرد مكفول. تقبلوا تحياتي أنس عبد الرحمن وتحياتي المخرج عمر مطلق، ونقول بصرتنا ما عذبت محب. الله يجعل أيام خير وسلام وأمان دائم على عراقنا، وإن شاء الله تمر أيام خليجي. وإحنا يكفينا هذا الافتتاح، نصرنا نعتقد كعراقيين هو بالافتتاح، مع تمنياتنا لمنتخبنا الوطني العزيز وباقي المنتخبات بالتوفيق والسداد. إلى اللقاء.